ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، هيهم كل واحده عشان نعرف ايه العلامات اللي بتخلي نعرف ان الرجل ده خاين او لا، سواء كان زوج او سواء كان خطيبك او انت مرتبطه بيه. ازاي تعرفي هو خاين ولا لا؟ في علامات دل على ده، في علامات بتكون قويه ودل على ده، وعلامات اكيده جدا جدا. بس انا عايزه اي حد بيشوف الفيديو ده لاول مره ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، عشان احنا موضوعاتنا شويه جديدة او مختلفة، الله اعلم يعني. عامة المهم خلينا ندخل في العلامات الدالة على الخيانة من الشريك، سواء كان حبيب او خطيبنا او زوجنا. ازاي نعرف ان هو في خيانة منه؟ اول حاجة هنلاقي ان بدايات الخيانة اللي هي هتكون مكشوفة قوي قوي، وهي اللي هتلفت نظرنا جدا، هو الموبايل بتاعه او وسائل الاتصال بتاعته، او موبايله هو اللي جواه الارقام، جواه وسائل الاتصال، وسائل التواصل الاجتماعي بتاعته، فبيكون بيداري عليها برقم سري. الباسورد لو عمل موبايله بباسورد وخلانا ان احنا ما نجيش جنبيه او ما يعرفناش الباسورد بتاعه، او ان احنا لما نيجي جنب موبايله او نقول له ممكن موبايلك اصور بيه حاجه او اعمل بيه حاجه، يكون متوتر وقلقان جدا ويرفض ان هو يديكي الموبايل بتاعه. من هنا بتبدا ان انت نظرك يلتفت لنقطه، هو مش عايز يديني موبايله ليه؟ هو اكيد في ان في الموضوع في حاجه هو على موبايله مش عايزني ان انا اشوفها. ممكن يكون في تشات ما بينه وما بين حد، او ما بين او رقم بيكلمه كتير، انت ممكن تكوني هتقلبي فيه او انت تشوفي صور معينه على موبايله، فده بيكون بيربكه جدا، وهتلاقيه ان هو بقى قلقان، اللي هو لا 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 انا هصورك، انا لا 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 انا هعمل كذا، لا موبايلي ما فيهوش مساحه، لا موبايلي بايظ، لا موبايلي ما فيهوش شحن. حاجات من دي هنلاقيها كتير قوي، وانواع من التهرب اللي موجوده لما تيجي تمسكي حتى موبايله وتيجي تقولي له طب ما انا رقم الباسورد بتاعك كام، يرفض ان هو يديهولك ويقولك طب انت ايه عايزاه يعني من موبايلي، او يتلكك باي شيء ويعمل نفسه مش سامعك، حسب تلاكيك كل واحد بتلكيكته. فما هنبقى هنلاقي ان هو الموضوع ده فيه ان في حاجه غريبه. دي اول حاجه. تاني علامه، ودي برضو حاجات هنلاقيها ملفته جدا بالنسبه لنا، ان هو لما تيجي تكلميه، سواء انت مش متجوزين لسه، مخطوبين مثلا، فتيجي تكلميه في الموبايل تلاقيه ان هو يا اما ما بيردش، يا اما لو رد عليكي هتلاقي صوته واطي، هتقولي له طب انت بتتكلم ايه، مفيش حب، مفيش اللي هو مثلا حبيبتي، مش هيقولها لك خالص، مش هيقول لك اي نوع من الكلمات اللي هي الحلوه دي او اللي هو كان بيناديكي بيها مثلا قبل كده. هتلاقي ان هو معاملته جامده كانه بيكلم واحد صاحبه، طب انت بتتكلم كده ليه، اصل انا حواليا اصحابي. فهتلاقي ان هو بيتحجج كتير ان هو جنبه اصحابه، او يجي يقول لك ده انا رايحه اقابل واحد صاحبي مش عارفه فين، ده واحد صاحبي ابوه مات، ده واحد صاحبي مامته تعبانه، ده واحد صاحبي مش عارفه ايه. فهتلاقي ظهرت له كده مره واحده الصحبه الحلوه، واللي هو بيروح يقعد معاهم يتكلم معاهم، حد من عنده تعب، حد من عنده مات، وهتلاقي بقى المجاملات الكتير اللي هو لازم يجامل اصحابه. فهتلاقي ان هو بيتحجج باصدقائه كتير جدا. وعلى فكره مش بعيد تلاقي واحد صاحبه فعلا بيكلمه ويتفق معاه، ويبقى هتروح العزاء، هروح العزاء، انا جاي لك هقابلك في مكان كذا، وممكن يكون صاحبه ده بيتآمر معاه، وده وارد جدا. لكن مع المواضيع والتكرار وحاجات كتيره ممكن تخليكي تشكي في ده، فده حاجه تانيه اللي بتلفت انتباهك للموضوع. تالت حاجه بتخليكي تلفتي انتباهك بطريقه قويه جدا، ان هو يكون بيهتم بنفسه اكتر، بيشتري ملابس جديده، بيحاول ان هو يجدد من نفسه، بيجدد من حياته، بيهتم ببشرته جدا، بيهتم بشعره جدا، بيهتم بالوضع الاجتماعي بتاعه، بالبرستيج بتاعه، بيحب ان هو يحط دايما يعني ممكن كمان يكون متعود على نوع معين من البرفان بتاعه، فيبدا ان هو يغيره، فيبدا ان هتلاقي في تغيرات كتير قوي قوي على شكله والمظهر. كمان هتلاقي ان هو بيبدا انه عايز ياكل اكل معين، عايز ان هو يبقى جسمه بشكل رشيق، تلاقي ان هو بيهتم بنفسه صحيا وجسمانيا ولبس ومظهر والشعر والشكل والكلام ده كله. فهتلاقي ان هو بيهتم بنفسه اهتمام ملحوظ وغريب على الموضوع، يعني على نفسه. كمان ده بيبان اكتر مع الاشخاص اللي هم متجوزين. وعلى فكره الموبايل، موضوع الموبايل ده ممكن يبان اكتر على
المتجوزين او المرتبطه او متجوزين متجوز ده عشان قاعد معاكي في البيت، فهتلاقي وضوح حاجات علامات تانية اكتر. لكن العلامات دي بتكون داله للناس اللي لسه مش متجوزين، في احنا بنبعد عن بعض، فممكن يكون وضع الخيانه بيبقى مش باين قوي او مش واضح قوي، فلكن دي علامات بتكون واضحه. ممكن برضو تكون واحده متجوزه لكن هي مش قاعده كتير مع زوجها لانه بيبقى مشغول اكتر في عمله. فالعلامه اللي هي الرابعه ان هو تلاقيه دايما بيدعي ان هو مشغول في عمله، ان هو مش عارف يكلمك او يتواصل معاكي عشان مشغول في عمله. كمان ممكن ان هو يبدا انه يتحجج ان هو عنده سفريه تبع شغله او وظيفته ولازم يسافر، السفر ده ومهم جدا انه يسافر، ويبدا ان هو يتغيب عن البيت او يبات بره البيت بطريقه شويه مختلفه عليه، ويبدا ان هو يبات بره البيت. وده ممكن يكون كمان ما يتواصلش معاكي بالتليفون بسبب او حجه ان هو مشغول، مش عارف يتكلم، مضغوط في العمل جدا، مش عارف ان هو يرجع. طب هترجع امتى؟ مش عارف، او هما يومين وهرجع، ويبدأ ان هو يتغيب باليوم واليومين عن العمل، وفي نفس الوقت ما يتواصلش معاكي بحجة الشغل، وان هو مش عارف ده حتى انا مش عارف انام، ده انا مش عارف حتى اكل ولا اروح ولا مش عارف. الضغط شغل كبير جدا، ده لو اتكلم معاكي ويقولك الكلام ده، وهتلاقي مكالمته دايما بيقولك الموضوع ده، مش بيتكلم معاكي ان انت وحشتيه او ان انت الوضع عندك عامل ازاي او الكلام ده، وان هو يكون متلاعب عليكي او قلقان عليكي، او ان حتى بيبقى بيحاول يفضي نفسه عشان يتكلم معاكي، لا هو برده مش همه وبيبقى متفرغ للعلاقه الواحده اللي معاه، او ان هو عشان يبقى فاضي يعرف يكلمها مع بالتليفون مع نفسه. فاللي هو دي بتكون برده علامه مهمه جدا جدا. العلامه اللي بعد كده هو العلامه الخامسه، هنلاقي ان هو ما بقاش يهتم بيكي زي الاول. هنلاقي ان درجه الاهتمام بتاعته بتكون متغيره. يعني ايه؟ يعني في الاول ممكن كان بيهديكي، بيبقى فاكر عيد ميلادك، بيبقى فاكر حاجات مناسبات شخصيه عندك، فاكر حاجات عائليه ليكي، وبعد كده بدا ان هو متجاهل كل ده، متجاهلك جدا، ما بقاش يهتم بيكي. لما بقيتي تلبسي او تجيبي حاجه جديده او تجددي حاجه في شخصيتك او لون شعرك حتى، يبدا ان هو اصلا مش شايفك ولا فارق معاه ان انت جددتي حاجه او ما جددتيش حاجه خالص، او ان انت غيرتي حاجه في ديكور بيتك، او ان انت عملتي ايه جديد في حياتك، ده مش ما بيبقاش فارق معاه تماما. فبيبدا يكون مش مركز معاكي اساسا، ولا مركز في حياته ولا بيته ولا اولاده ولا اي حاجه خالص. هنلاقي ان هو مهملك اهمال تام. هنلاقي ان هو بيبقى مش عايز ان هو يتكلم معاكي كتير، عايز يقعد لوحده فتره اكبر، او مشغول ان هو يتفرج على فيلم معين، او مشغول لما بيجي من الشغل، المشغول من الشغل بيرجع مشغول في البيت عشان خاطر يبقى عايز يتفرج على حاجه، عايز ممكن يقعد مع اولاده، يقعد مع نفسه، يقعد مع الموبايل في اوضه لوحده. هنلاقي ده كتير، ممكن يبقى بياخد موبايله في الحمام، ده وارد جدا مش حاجه للضحك، فيدخل ياخد موبايله معاه في اي مكان يكون فيه لوحده، يستغل ان هو بيبقى قاعد لوحده، فيبقى عشان يعرف يتكلم يتشات معاها، كلام من ده كتير يعني. فدي برضو علامة بتخلينا ان احنا نعرف ان هو خاين ولا لا. كمان في علامة تانية ومهمة جدا برضو تبقى من ضمن العلامات دي، ان هو هنلاقي بالنسبة للناس المتجوزين، هنلاقي ان هو كعلاقة زوجية هنلاقي ان هي تكاد تكون مش موجودة، ان هو ما عندهوش حب او شغف ان هو يبقى قاعد معاكي، او ان هو يكون في علاقة معاكي نهائي. كمان هنلاقي علامة تانية ومهمة جدا جدا، انه هيكون بيزعق معاكي كتير، ان هو هيكون بيرمي اللوم عليكي، عنده انتقاد كبير عليكي، على لبسك، على ستايلك، على ديكور بيتك، على ان بيتك مش عارفة ايه، على ان اكلك ايه، على ان حياتك ايه. المهم ان هو هيتصنع الانتقاد، ويتصنع كل حاجة فيك، او هيبالغ في كل حاجة مش كويسة في حياتك، عشان يوريكي ان انت لو في يوم اكتشفتي ان هو كان خاين ليكي، فيبقى انت السبب. فدايما بيرمي اللوم اعتقادا منه ان انت لو اكتشفتي الامر فتكوني انت السبب، وانت يعني هو ضحيه، يعني لازم هيطلع نفسه هو ضحيه، يقول لك فاكره ما انا قلت لك كذا كذا كذا، انت ما صلحتيش من نفسك. فده معظم الناس الخاينه بتكون كده. في كمان حاجه تانية من ضمن العلامات الخيانه الخاصه بالرجل، غير اللي احنا قلناه، غير ان هو يزعق، غير ان هو مش مهتم بيكي، غير ان هو عامل باسورد الموبايل، وغير ان هو بقى يهتم بنفسه اكتر، غير ان هو بقى بيكذب ويتحجج باصدقائه، وان هو بيقول ان هو رايح مكان او عنده شغل فين او عنده مش عارفه ايه، غير حاجات اللي احنا قلناها دي كلها. في انواع من الرجال اللي هم لما بيخونوا
ما بيبعدوش عن مراتاتهم، بل بالعكس بيقربوا او يبعدوا عن الشريك الحياه او شريكه الحياه، بل بيقربوا اكتر. يقربوا ازاي؟ ان هم يهدوكم بشكل مستمر عشان يلهوا نظركم عن الخيانه الحقيقيه اللي هم بيعملوها، عشان انتوا تكونوا لا تقولوا لا ده كويس معايا عمره ما هيقدر يخون. ممكن يكون بيبات بره وبيسافر بره، بس ممكن انتوا هتكونوا لان هو بيهديكم وبيتعامل معاكم باسلوب كويس، فانتوا ما عندكوش شك ان هو يكون بيخون. بيحاول ده بقى الرجل الذكي جدا، يعني دي علامه تخص الرجل الذكي، دقيق في الذكاء، ان هو يبدا يهديكي يتعامل معاكي باسلوب حلو جدا. اول ما يرجع وحشتيني جدا وانتي من غيرك الايام كانت صعبه، وكانت صعبه قوي يعني. فيبدا الرجل بيحاول ان هو يداري على افعاله بطريقه قويه جدا بالهديه، بان هو يقول لك كلام لطيف، بان هو يكون يخرج معاكي في المناسبات الاجتماعيه اللي تخصك انت، سواء امور عائليه او ايا كان، اللي هو يبقى عامل لك واجهه حلوه. وممكن هو يبقى خاين، بس العلامات اللي بتدل على ده ان هو مش هنلاقي ان في كل الاوقات، مش في كل الاوقات بيرد على موبايلاتنا لما يكون مسافر، او بيرد علينا بطريقه شويه ساعات بتكون ناشفه غير لما بيجيلنا تاني. كمان هنلاقي ان هو عامل باسورد الموبايل ومش معرفنا الحاجات اللي هي بتاعت الاجتماعيه او حاجات الموبايل والحاجات الحديثه دي، بتخلينا نكون عندنا في حاجه لا تعرفك ان في الموضوع ده حاجه يعني، فبتخليك ان انت تبقي عارفة ان دي في علامات هنا للشك. فمن هنا عايزة اقول حاجة، ان احنا في علامات للشك تمام، وعلامات اكيدة لكن مش عايزين ان احنا اول ما نلاقي علامات للشك نبدأ نقوم ونصور ونواجه، هيهرب منها جدا وهيتلكك ويطلعك انت اللي غلطانة، ويقول لك ان انت غلطانة وانت ظلماني، وممكن يثبت ده، يعني يثبت جدا ان انت ظلمان. فعليك ان انت تتأكدي بشكل دقيق جدا جدا من الخيانة. ممكن يكون يسافر يعمل عادي جدا، انت ممكن تروحي المكان ده، ممكن باتصالاتك باي حاجة انت تقدري توصلي لها ان انت تثبتي وضع الخيانة، سواء كان خيانة مباشرة او غير مباشرة. فعليك ان انت تكوني دقيقة اكتر عشان تعرفي تثبتي ده، لكن هنصور ونكون عصبيين نواجهه بحاجة زي كده، بالعكس ممكن يطلعنا احنا غلطانين وانت هتكوني ما استفدتيش اي حاجة. ده كان موضوع النهاردة، علامات تدل على خيانة الرجل. لكن المرأة بتخون، في كتير من المرأة بتخون، يعني مش عشان انا مرأة او احنا مثلا نكون من انصار المرأة فهنبدأ ان احنا نقول ان المرأة ما بتخونش، لا في كتير بيخون. طبعا خيانة الرجل بتكون اكتر، لكن في مرأة بتخون، وده الموضوع اللي احنا هنعمله بعد كده، خيانة المرأة. ازاي تعرف خيانة المرأة؟ فلو عندي انا متهيألي ان انا ما عنديش متابعين من رجالة كتير، فلو لقيت ان انا عندي متابعين وعايزين الموضوع ده ان انا اعمله، فانا هعمله قريب جدا. طبعا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.